سيداتي انساتي سادتي احبائي في اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحه. جو كوره جو يساعد اللاعبين على التالق، لذلك نتوقع ان نشاهد كره قدم ممتعه. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكره القدم اللي ننتظرها اليوم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. رومينيجي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمل. والآن فرصة للتحول الهجوم، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. هي الأولى في المباراة. فرناندو تور، فرصتهم للمرتدة. نافاس، كرة خطيرة أمام مجال التسديد. نقل التسديد الآن. الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن إلى ذكاء. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. ينجح في التسجيل. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. لا يمكن أن فرناندو توريس في مباراة اليوم. مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. موجود لإبعاد الكرة. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يصل حارس للكرة. جيلبرتو سيلفا. روديغير. ميسي. يستقبل الكرة في وضعية رومينيجي. ركنية قصيرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. الفريق المهزوم وتأكيد هزيمته وربما استسلامه بعد ذلك. يلعبها في المساحة. يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. حكيمي. إيد ميلسون. يلعب كرة على اليسار. يحاول أن يلعب كرة بينية. تسديدة من أول لمسة. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. وصلت إليه. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة. يلعبها ببراعة. محاولة تسديد أخرى. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. بافار. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يلعب كرة للجانب الأيمن. أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل. تسلل غير موجود. وعرضية. يبعد الكرة بعيدة. ملعوبة قصيرة من هيونغ مين سون. هيونغ مين سون كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. لا شيء. تغيير جميل للعب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. قراءة ممتازة للكرة. عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات.
بيلينغهام يلعبها على اليمين، ممتاز في التمرير. مارادونا، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. فرصة سانحة للتسديد، يقطع الكرة، يستعيد الكرة بشكل سريع، تحرك سريع إلى الأمام، يعدي بالكرة ليونيل ميسي. ردة فعل غير عادية من حارس المرمى، انظروا إليه كم تألق كثيرا في مباراة اليوم. واضح المعاناة في التمرير، كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. موهبة كبيرة، فنيات عالية، حريف. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. بيلينغهام، تدخل جميل واعتراف أجمل. يمر يلعب كرة كريستيانو رونالدو، يسيطر على الكرة. محمد صلاح، يونغ مينسون، ميسي لوحده بمجهود فردي، تحرك، تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس الصعداء. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت.